نشرت نيابة الكفرة الابتدائية في ليبيا وصية مؤثرة للسيدة سودانية كانت ضمن مجموعة من المسافرين الذين لقوا حتفهم في الصحراء، وذلك خلال رحلة من السودان إلى ليبيا قرب مدينة الكفرة. وتعود الوصية لسيدة تدعى مزنة سيف الدين حسن، وكتبتها فيما يبدو بعدما أيقنت بصعوبة النجاة في الصحراء. كما جاء في الوصية التي نشرتها النيابة الليبية إلى من يجد هذه الورقة: هذا رقم أخي محمد سيف الدين، أستودعكم الله. هذه وصية السيدة التي وفاها الأجر وتم دفنها بمدينة الكفرة مزنة سيف الدين حسن، وجاء وصيتها كالتالي: إلى من يجد، تم النشر بوصية نيابة الكفرة الابتدائية في يوم الجمعة 12 فبراير 2021، وأضافت السيدة السودانية: سامحوني أمي أنني لم أصل إليكم، بابا وناصر أحبكما، أدعو لنا بالرحمة، واهدونا قرآنا واعملوا لنا سبيل الموتى هنا. كما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرسالة معبرين عن تأثرهم بمصير الضحايا. وبحسب السلطات الليبية فقد كان ورد إلى مركز شرطة الكفر بلاغ الأربعاء الماضي يفيد بوقوع حادث مروري على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق مدينة الكفرة، ووفاة عدة أشخاص بمركبتهم الآلية. وفور وصول الجهات المعنية إلى موقع الحادث تم العثور على المركبة الآلية وبجانبها عدد من الجثث والملابس والحقائب. وبداخل المركبة وجد 3 أشخاص متوفين، وأمر عضو النيابة العامة بنقل الجثامين إلى مدينة الكفرة، وهم 3 نساء و5 رجال. ومن خلال تحقيقات تبين أن المركبة الآلية كانت متجهة من مدينة الفاشر بدولة السودان إلى مدينة الكفرة، وكان على متن المركبة 21 شخصا ما بين رجال ونساء وأطفال، وتم العثور على 8 جثث منهم وتم التعرف عليهم من قبل ذويهم، فيما لم يتم العثور على الباقين. كما تبين من خلال تفتيش المركبة وجود بطاقتين شخصيتان، الأولى باسم محمد محمد بالقاسم الفقي، والثاني باسم منى محمد بالقاسم الفقي. وحسب السلطات الليبية فإنه لم يرد أي بلاغ إلى النيابة العامة عن فقدان الأشخاص المذكورين، وما زالت التحقيقات جارية. ومؤخرا انتشرت العديد من الفيديوهات التي توثق تعرض المهاجرين السودانيين في ليبيا للتعذيب والجد من قبل ميليشيات مسلحة. كما انتشرت كذلك العديد من الأخبار عن وجود سوق لبيع السودانيين، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لكافة المعاهدات الإنسانية.